تعالوا بقى نعمل مع بعض بهارات اللحمة. عندنا كمون، سماء، حبهان مطحون، قرفة، قرنفل، كاري، كركم، كبابة صيني، كزبرة جافة مش خضرة، جنزبيل بودرة. طيب هل ينفع كل الكلام دوت يبقى فريش؟ اه ينفع يبقى فريش، ما عدا الجنزبيل مش هستخدمه فريش، اللي هو فريش فريش، هجيب اللي هو المطحون، لان مش هينفع احط الفريش واسيبه هيبوظ، فدي ملحوظه. لكن بقيه الحاجات كلها ممكن نجيبها مجففه صحيحه زي ما وريتكم، ونطحنها في المطحنه المخصصه بتاعه البهارات. ومطحنه البهارات ما بنستخدمهاش لاي غرض تاني، يعني ما ينفعش استخدم فيها اي حاجه تانية، علشان ما اخدش من طعم وريحه البهارات اوديها لحاجه تانية او العكس. اذا في البيت ما فيش غير كبه واحده وانا مضطره استخدمها لحاجات تانية، يبقى قبل ما بعمل فيها البهارات بحط فيها ميه سخنه، مش مغليه، سخنه، بحط فيها بيكربوناته او بيكربونات الصوديوم او البيكنج صودا، وبحط معاها خل ابيض، وبحط معاها نقطه صابون سائل اللي انتوا تستخدموه في المواعين عادي ايا كان نوعه. وبعدين بضربها ضربتين ثلاثة أربعة واسيبها منقوعة شوية، وبعدين أضرب ضربتين ثلاثة واسيبها منقوعة شوية، يعني كل ده ياخد له مثلا من نص ساعة لساعة. وبعدين أشطفها واغسلها بالطريقة التقليدية بتاعتنا العادية، وآخر شطفة بتكون بمية سخنة وخل. دي أسلم طريقة أنكو ما بين الحاجة والتانية لو هي كبة واحدة أو مطحنة واحدة اللي موجودة في البيت. يلا بسم الله. هنا الطاسه دي سخنت قوي، انا مش عايزه استخدم طاسه سخنه، انا نسيتها على النار، فهستخدم طاسه بارده. هحط فيها الكزبره، الحبهان، القرفه، السماء، قرنفل، كمون، صح ولا ده مش كمون؟ بس انا مش شايفاه مكتوب. اه مكتوب اول حاجه، اوكي. انا خفت اكون بلخبط الناس. كركم، كاري، كبابه صيني. شفتي بقى حلوين ازاي؟ هنبدا بطاسه بارده زي ما انتوا شفتوا كده، يعني انا عندي هنا الطاسه سخنه لا ما استخدمهاش، لاني اول ما هحطها البهارات هتتلسع ومش هاخد الـ 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 الهدف اللي انا عايزاه. ارفع على النار، اخلط الكلام ده كله مع بعضه. اول ما ابتدي اشم ريحة البهارات يبقى كده خلاص البهارات اتحمصت التحميصة المظبوطة. البهارات الصحيحة بستنى عليها سنة كمان، يعني اشم ريحتها واستنى تقلبتين كمان. البودرة لا، اول ما اشم ريحتها ارفعها من على النار على طول. ابتدي بقى اقلب كل الالوان الجميلة دي مع بعضها بالقطعم بتاعتها. وهرجع تاني واقول في كل نوع منهم انتوا حرين، شيلوا وبدلوا وحطوا وزودوا كميات ونقصوا كميات حسب ذوقكم الشخصي، حسب الحاجه المتوفره عندكم، وحسب النوع بتاع البهارات اللي انتوا جايبينه، الكفاءه بتاعته والطعم بتاعه، حدته ايه. اقلب وزي ما اتفقنا، حتى لو كان اللي انا مستخدماه اصلا بودرة انا برضو بطحنه مع بعضه في المطحنة. وده مش عشان ان انا عايزة اطحن البهارات، لكن عايزة ادخل البهارات كلها مع بعضها، والطحنة دي بتخلي الزيت العطري بتاع كل البهارات يمسك مع بعضه كده، والطعم بيبقى احلى كتير. فانا كده خلاص تمام، شميت ريحة البهارات. ابتدي بسم الله انزل في الكبه، ثواني كده. بصوا ده القوام اللي احنا بنبقى عايزينه، اكنهم الحمام الكذاب ده مش في الفرن، حصل له ايه؟ فك منها لما دخل الفرن. خلاص اوكي فهمت السؤال، حاضر، عينيا. طيب الحمام الكذاب لو انا مش هسلقه
لانه السلقه هي اللي بتمسك الفراخ مع بعضها. فلو انا مش هالفه في بلاستيك راب وبعدين في فويل وانزله في ميه سخنه بتغلي فيها المنكهات اللي انتوا عايزينها، يبقى لازم اقفله على النار الاول، اخده اشوحه واقفله على النار الاول. وفي الحاله دي لازم ابقى ربطاه يا اما بدباره يا اما بخله سنان. في الحاله بتاعه السلق خلاص ما بنحتاجش حاجه، بنلفه في البلاستيك راب وفي الفويل وبنسلقه كويس جدا، وبعدين بناخده يا اما نديله لون في الفرن يا اما في طاسه على النار. بس كده. يلا تعالوا بقى ناخد هنا نتبل بهارات اللحمه، والريحه هنا يا جماعه عندي مهما اقول حلاوتها مش هقدر اوصف لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا ان جريسكو معاكم على الشاشه عشان سالتوا عليها. وادي بهارات اللحمه، وعندي هنا جريل سخنه على النار. اشكرك والحمام الكذاب معاكم مره تانية على الهواء اهو، وجربيه تاني يا شيماء انت وماما لو سمحتي، وكلميني قولي لي ايه اللي حصل. لكن هو زي ما بقول لك كده. وطبعا طريقه السلق يا جماعه انا عملته مره مسلوق، وعملته مره متشوح، ومره في الفرن، عملت بكذا طريقه على اساس يبقى عندكم تنوع. لكن الحقيقه الطريقه بتاعه السلق هي اضمن طريقه انه ما يفكش منكم. طبعا زي ما انتم عارفين انا البهارات اللي انا عاملاها ما فيهاش ملح، فانا بملح هنا مع البهارات بتاعه اللحمه على الجريل اللي انا سخنتها. هحط معلقه زيت بار. احنا كده بصوا خلاص يا استاذ شريف،